مشاهدينا اهلا بحضراتكم، تقدم رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بخالص التهنئه لفلاحي ومزارعي مصر بمناسبه الذكرى 71 لعيد الفلاح، مشيرا الى ان الدوله بتنظر ليهم دوما بعين الاعتزاز تقديرا لجهدهم المتواصل في دعم الاقتصاد وايضا دورهم المتعاظم في تعزيز دعائم الامن الغذائي. لمزيد من التفاصيل عن اهميه هذا اليوم بينضم الينا نقيب الفلاحين بمحافظه دمياط استاذ مجدي البسطويسي. اهلا بحضرتك يا استاذ مجدي، وكل سنه وانتم طيبين. أهلا أهلا، كل سنة وحضراتكم طيبين، مصر طيبة والهيئة السياسية والفلاحين الجمهورية في خير إن شاء الله. يا رب دايما يا أستاذ مجدي. أستاذ مجدي، خليني أبدأ معاك كده في البداية. والـ9/9 كل سنة بنحتفل بعيد الفلاح، عارفين السبب وراء اختيار اليوم ده علشان يكون هو عيد الفلاح المصري اللي احنا دايما بنكن له كل التحية والتقدير؟ والله هو اليوم ده بيعتبر يوم عيد عندنا 9/9، لأنه العيد أو اليوم الوحيد اللي حرر للي وعمل القيمة للفلاح، وهو أول قانون إصدار قانون الإصلاح الزراعي اللي الفلاح عرف قيمته وعرف ذاته وعرف امتلاكه لأرضه وقوته. فإحنا دايما بنرحب كل سنة وبنعمل عيدنا واحتفالا بالعيد 71 مرورا، والحمد لله لقينا فيه أيام ما كان الإصلاح الزراعي وأيام ما صدر هذا القانون من حب وعشق للبلد في أيام سيادة الرئيس. أي النهاردة لقينا في وجود الرئيس الفاضل عبد الفتاح السيسي نفس الفضيلة ونفس ما وجدناه أيام الرئيس عبد الناصر. طب الدولة بتدعمكم إزاي يا أستاذ مجدي؟ إيه اللي بيحصل وتقول لنا جهود الدولة اللي بتدعمكم فيها؟ إيه اللي بيحصل علشان الدولة بتسندكم وبتقف معاكم؟ إيه اللي بيحصل؟ اتفضل. والله إحنا الدولة أولاً دعمها لنا متوفر وموجود أولاً. يعني توفر المايه للري وتوفر مستلزمات الانتاج وتوفر الاشراف الزراعي اللي موجود على حسب القيمه وحسب القدر وحسب الامور، وده طبعا اللي بتقدمه الدوله. طب شيء جميل، انتوا بتقدموا ايه بقى للدوله في المقابل؟ احنا بقى طبعا معروف مصر من السنين والفراعنه طبعا ان هي سله الغذاء العالمي. طبعا احنا بنجدح تحت الشمس وفي برد القاطي علشان نوفر القوت، نوفر قوت الغلابه اللي موجودين من رغيف العيش الخضار لقطعه اللحمه لكل الحاجات اللي انت شايفها دي كلها. ودور الفلاح مهم دايما في الاقتصاد المصري، وده يعني شيء عايزين نفكر الناس بيه ان الفلاح دوره مش حاجه عاديه، لا ده دور كبير ومساهم بشكل كبير في الاقتصاد المصري. طبيعي الاقتصاد المصري النهارده كله مبني على مين؟ مبني على الفلاح اللي بياكل النهارده، تنزل النهارده تلقى الخضار بتاعك، تلقى اكلك، تلقى رغيف العيش اللي موجود، تلقى طبق الرز، تلقى قطعه اللحم، ده كله من عهود الفلاح. طبعا. برغم الحر طبعا. وبرغم يعني كان ايام كورونا الناس بقوا كله يقعد في البيت واحنا نفرح في الغيط تحت الشمس، يعني ده تعب. من الفجر بتنزلوا على طول وتنزل الغيط وتحرث وتروي وتعمل كل حاجه، طبعا جهود كبيره الفلاح بيقوم بيها. ايه الحاجات اللي انتوا بتطلبوها في عيدكم 71 من الدوله المصريه؟ والله احنا بنطلب اولا اللي عمله لنا الريس من الدعم اللي هو موجود في حياه كريمه، مشروع حياه كريمه، احنا بنشكره وبنقول له الجدعان الجدعان واحنا كلنا وراك برضه. يعني القرارات اللي عملها لنا وقف ضريبة الأطيان لمدة 6 سنين ومشروع تبطين الترع والمسائي، ده مشروع عايد علينا بحاجات جميلة. طب الحمد لله. مشروع تخزين الغلال، الغلة اللي خدها مننا وقال اتفضلوا واحنا قلنا له اتفضل. طبعا دي حاجات موجودة، يعني احنا بقى عاوزين برضو رعاية من وزارة الزراعة بقدر الامكان بالالتزام، يعني ما يهمش التزام
الدكتور استلام المحصول بتاعنا بأجر يبقى له ربح للفلاح بقدر الإمكان، ولكن الأمور ماشية تمام وعلى حسب الوضع وحسب تغيير المناخ وحسب الأمور إن شاء الله مصر هتبقى في فرح وفي عيد يا رب دايما يا رب العالمين. أنا بشكرك شكرا جزيلا وكل سنة وانتم طيبين ومصر دايما بخير. أستاذ مجدي البسطويسي نقيب الفلاحين من محافظة دمياط، شكرا جزيلا لك. ربنا يبارك في حضرتك، كل سنة طيب، اتفضل. دي كانت متابعتنا مع حضراتكم الاحتفال بالذكرى 71 ليوم وعيد الفلاح المصري. بشكركم شكرا جزيلا على المتابعة، وانتظرونا دوما في المزيد، وإلى اللقاء.